بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. حصة جديدة من سلسلة الحصص الخاصة بالتحضير لشهادة أرى السياسة. كنا تطرقنا في الحصتين الماضيين الستوريج مانجمنت، النوع الأول هو ستاندر بارتيشن. شفنا نوع ثاني اللي هو أكثر مرونة اللي هو الفيام. أوكي، لكن بالمرور الوقت عدة تكنولوجيات خرجت للنور، وراح نشوف اليوم منها اثنين. الأول راح يكون فيديو، أوكي، والثاني ستراتيس. الملاحظة الأولى، هذا الستوريج هي الإضافة من بين الإضافات اللي نضافوا للأرى CSI version 8. أوكي، معناتها اللي حضر الكورس على الأرى CSI version 7 مش ياخذ ال version 8. معظم المواضيع تعادت نفسها، لكن ضافوا أشياء جديدة، منها في ستوريج ضافوا الفيديو ستراتيج. معناتها في الكورس كاين فيديو ستراتيج اللي ممكن يكون كاين في الامتحان. من هذا اللي حضر الأرى السياسة على الفيرجن 7 لازم يشوف الستوريج فيما يخص الفيديو والاستراتيج. هذه الملاحظة الأولى فيما يخص الفرق بين الشهادتين، الناس اللي عندهم شهادة على النسخة رقم 7 ولا النسخة الجديدة 8. أوكي، هذا الأول. راح نبدأ الآن مع الفيديو ونشوفوا شو معناتها الفيديو أصلا وكيف نستعملوه وعلاش الإضافة اللي مدها لنا الفيديو. إذا تكلمنا على الفيديو، أوكي، الفيديو هي abbreviation بتاع virtual data optimizer، Virtual Data Optimizer. أوكي، وهذا نوع من Device Mapper. البارح كنا شفنا المابر اللي بازت على الـ LVM، اليوم راح نشوفه نوع ثاني من المابر اللي مبني على الفيديو. الفيديو هو عبارة عن درايفر من الكرنل، أوكي، وتولز اللي يستعملهم اليوزر علشان يخلق ستورايج بالفيديو. من المفروض ان واحد لما يجي يعمل انستالايشن على الفيديو لازم على اضعف الايمان يعمل انستالايشن على الفيديو، اوكي، اللي هو التولز اللي يعطيك التولز ولا اليوزر سبيس كوماند لاين، وعندك كذلك الكا مود كفيديو، كرنل فيديو، كرنل فيديو ولا كرنل موديول، كرنل فيديو. واحد اللي حب يحوس على الطريقه اللي يتذكر بها الموديول، هذا خاص بال كرنل درايفر. اوكي، وهذا خاص بال كوماند لاين اللي نستعملوها بعدين، اللي راح نستعملوها في الخلق نتاع الفيديو. اوكي، هذه طريقة التحضير، هذه طريقة التحضير. خلينا نشوف ما هي الإضافة وفي أين يمكن استعمال الفيديو أصلا. اوكي، التكنولوجيا الأكبر في استعمال الفيديو هي الـ Virtualization. أوكي، أنت من المفروض عندك ديسك، أوكي، هذا الديسك، وهنا عندك مكان للايبرفيزر.
اللي هو في حالتنا هو كافيان. أوكي، الاستعمال من المفروض أن كافيام، والحالة اللي يعني نستعملها أنا حاليا نستعملها بهذه الطريقة. أعمل أنا ننشأ الـ virtual machine هنا VM1 VM2، والإيبرفيزر يتواصل مع الكرنل علشان يصيب مكان يحط فيه الـ virtual machine file. قادر نحطه احنا الـ VM هنا، أوكي، باش نسهلوا المانجمنت. لكن المشكل اذا مثلا عندك انت عملت انستليشن على RHEL 8 هنا، ونفس الانستليشن عملتها على RHEL. اذا هذا اخذ دي جيجا وهذا 10 جيجا، اوكي، ولا 10 جيجا في الاثنين، راح تاكل من الديسك مباشرة الجمع نتاعهم اللي هو 20 جيجا، لأنها تعتبر فايلات كل واحد وقائم بذاته. أوكي، وهنا شافوا أنه هذه من المفروض أنه installation تاع الريل 8 هنا ولا نفسها، من المفروض أنه نفس الشيء في الفي ام الاولى والفي ام الثانيه. هل كاين فيه امكانيه ان نخرج عامل مشترك، الداتا المشتركه بيناتهم؟ باستعمال ال في ام مستحيل، باستعمال ال في ام مستحيل. هنا دخلت تكنولوجيا جديده، هنا تاع ال في ام ما راحوش يكون هنا. ال في ام نزيدو نطلعوه شوي، يقعد ممكن انك تستعمله ممكن انك ما تستعملهش. اوكي، حط ال في ام هنا ونجيب معايا لاير جديد. هذا اللاير هو الفيديو، اوكي، هذا اللاير اللي هو الفيديو اللي نعمله على ديسك. من المفروض انه الفيديو يتعمل على ديسك واحد، اوكي. إذا حاب تأخذهم كلهم من الأفضل أنك تحط هنا راد، أوكي، تحط راد هنا وتجمع كل الديسكات ومن بعد تستعملها في الفيديو. لأنه إذا ما استعملتش الراد الفيديو يستعمل يعمل مابينج باي ديسك، يعمل مابينج باي ديسك. وفي هذه الحالة الفيديو، وش هي الإضافة نتاعو لما نتحدث على الفيديو، ما هي الإضافة اللي راح هو عنده؟ إذا كان عندنا، راح نخلو هذا الرسم ونروح نشوفه رسم ثاني. هذا هو شكل الداتا عندنا حاليا في الديسك. فيه هذه الداتا الأولى مثلا، أوكي، وفيها نص هنا ونص هون. كاين نوع ثاني من الداتا، اوكي، ونوع ثالث من الداتا هنا، اوكي. المشكل انه فيه اعادة، وفيها هنا هذو اللي باقيين هما ما يسمى بالزيرو بلوك، زيرو بلوك غير مستعمل، اوكي. هنا الزيرو بلوك من المفروض أن فيه 4 كيلو، 4 كيلو، لأنها 4 كيلو هو سايز نتاع البلوك. مع الفيديو راح تحدث فيه داتا ريدكشن بروسيسنج، راح يكون عندك داتا ريدكشن بروسيسنج. الأول شيء راح يعمله هو انه راح يشوف ينحي كل هذا الصفر اللي عندنا هنا، هذه الاصفار اللي ما تسمى زيرو بلوك، راح يعمل لهم اليمينيش، اوكي، راح ينحي. معناتها انه راح تكون الداتا بهذا الشكل، مثلا اثنين، عاود عندي واحدة هنا، هذا عندي واحدة هنا وواحدة هنا،
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نجيب الثاني اللي هو حطه هنا، واحد اثنين ستة ستة، وبقي لنا الأخضر راح يجيبه بهذه الطريقة، هنا واحد هنا اثنين، الستة عندنا سبعة، وحط واحد هنا واحد هنا مثلا، هنا واحد يحطه له، وهذا يبقى لنا مستعمل، هذا يصبح يمكن استعماله. إذا شفنا الآن بعد ما هذه الزيرو بلوك إليمينيشن، هذه الزيرو بلوك إليمينيشن، نروح للتريتمنت ولا معالجة أخرى اللي هي دي ديبليكيشن، معناتها البلوك اللي نشوفوه أنه يتعاود ويتكرر، راح ناخذوه مرة واحدة ونعمله كوديفيكيشن. أوكي، معناتها راح نروح لشيء جديد، عوض ما يكون عندي أربعة راح يكون عندي فقط ثلاثة. أوكي، ثلاثة والآخر، النوع الآخر، وعنده في الفيديو مكان يخزن فيه كل هذه المعلومات، أنه هذا كان عبارة عن خمسة. بعدين وش راح يعمل عليها؟ راح يعمل عليها هذه ما تسمى بـ eliminate the duplication. أوكي، خلينا نديروها بـ دي duplication. أوكي، duplicate block راح يجمعهم مع بعض. من بعد تجي آخر مرحلة اللي هي مرحلة الكومبريشن، معناتها هذا الداتا اللي شفناها راح تولي أصغر هيك مثلا، والثاني تروح هيك، والثالث اللي هو أخضر راح يجينا بهالطريقة، ويصبح كل الباقي جاهز للاستعمال. وأنا في البداية تقريب الديسك كله كان مستعمل. وفي هذه الحالة إذا شفنا هذه، واحد يقول لي معناتها شو معناتها الأحمر، راح نديرها على المثال اللي أخذناه من قبل اللي هو الفيام. الفيام من مفروض أنها فيها مكان للسيستم، هو نفسه هنا وهنا، هو نفسه، وهذه معناتها أنه هنا في الفيديو راح تكون تحضر لي فقط مرة واحدة. هذه الشيء ربحت الدقيقة التان جيجا ولا 10 جيجا. والشيء الثاني أنه هذه أصلا راح أعمل عليها كومبريشن وتولي صغير، معناتها عوض ما ناكل 20 جيجا راح ناكل فقط 4 جيجا، ونستعمل وكل ونستعمل في هذه الفيديو. اوكي، الراد هنا هذا يشوفه ديسك واحد، لانه اذا نحيت الراد راح تدير فيديو واحد بواحد، كل ماب كل ديسك جديد فيديو لازم يكون عنده علاقه بالديسك اللي انت حاب تحطه. اوكي، هذه فيما يخص التكنولوجيا وكيفيه استعمالها. راح نشوفه الان التطبيق كيف نطبقوها. الشيء الأول اللي راح نشوفه عمل شير جديد على الثاني. أوكي، الشيء الأول لازم تتأكد أن يوم ليست فيديو وكامود كفيديو تمت، راهم انستالد هنا. احنا عندنا هما اوريدي انستالد. اوكي، علاش اوريدي انستالد؟ هذه لانه عملنا انستاليشن انترفاس جرافيك، سيرفر يجي فيه اغلب الباكيجز اللي يحتاجهم. تشوفوا مثلا اذا انستاليت
الجرافيكال انترفيس راح ينستالي لك مثلا هذا الموديول وانت اصلا ما تحتاجه. اذا من افضل انه واحد في الانستاليشن يروح من مينيمال انستال، وكل مره يحتاج فيها باكيج يضيف. اوكي، كل مره يحتاج فيها. الشيء الثاني لازم تتاكد، انه شو عندك حاليا؟ ستيت ما عندي شيء، فيديو ليست ما عندي شيء. اوكي، انا اذا عملت الاس بي الكا راح نشوف اني عندي اوكي ديسك هذا 5 جيجا راح استعمل. اوكي، علشان استعمله وش راح يكون عندي الان؟ فيديو كرييت، تعطيه اسم هذا اللي يكون في المابر، بعدين راح يكون في سلاش ديف مابر، اعطيه اسم مثلا احنا في ام اس راح نعمل عليه الفي امز، والديفايس اللي حاب تستعمله نفس الشيء عبد العزيز. هذا لا علاقه مع الفيرتوال بوكس ولا مع فيرتوال بوكس، الفود هذا خاص بلينكس، خاص بريد هات في هذه الحاله، وقدر تستعمله في ديستريبيوشن اخر، توزيعه اخرى. هذا لا علاقه مع، اذا حبيت انت تعمل فيرتوال بوكس على ماشين فيها مثلا ريد هات، والفي ام نتاعك الفيرتوال بوكس يتحطوا على الفيديو، هذا شيء اخر لازم تحضر، ومن بعد تحط انه الفيديو لازم يحطهم في البارتيشن اللي تحطت على، ولا على الفايل سيستم اللي انشأناه على الفيديو. اوكي عبد العزيز، احنا عندنا فيدي راح استعمل فيدي دي. اوكي، وفيه سي يسموه فيديو لوجيكال، لوجيكال سايز. هذا اللوجيكال سايز نوهم مثلا بعض الاحيان انت خصك تعمل فيرتوال ماشين اللي تحتاج 40 جيجا، هو يقول لك لازم 40 جيجا علشان تعملها. المشكله انا ما عندي 40 جيجا، وانا متاكد انه هو في البدايه ما راح يستعمل 40 جيجا، ما راح يستعمل 40 جيجا. شو استعمل؟ انا راح اعطيه هنا مثلا دي جيجا. اوكي، واعمل له كرييت. تشوفوا انه الفيديو راح نشوف فيديو ليست، راح نشوفه إذا عملت سلاش ديف مابر راح تشوفوا في ام اس عندكم هنا، راح تشوفوا في ام اس عندكم هنا. الآن عملت له كرييشن، بعدين شو راح نعمل؟ أعمل امكا اف اس عادي نفس الشيء على سلاش ديف مابر في ام في ام اس. اوكي، ال VMS هذا عملت له هيك. اوكي، بعدين ايش راح اعمل؟ انا من المفروض اني اعمل mkdir VMS ونعمل عليه mount على ال VMS. df minus h، وتشوفوا ان عندكم دقيقة. انت اصلا ما عندك دقيقة، انت عندك 5، لكن يمكن استعمال هذا لانه هو يعمل بعدين الديدوبليكيشن والكومبريشن ويقعد محصور في الخمسة جيجا اللي كانت عنده. هذه طريقة اللي تخليك تربح سبيس وتتقدم في العمل تاعك، مع انك ما عندك التخزين اللازم مثلا من اجل لاب. خلينا نقول لاب فيها فيديو ستيت، يمكن اعمل فيديو ستيت تشوفوا انه بلوك يوزر، وانا عندكم
حاليا السيفينج اللي عندي حاليا هو 98%. احنا ما يهمنا هذه الاعداد اكثر. شو راح اعمل انا يا؟ راح اعمل فايل نسميه input file. اوكي ستار زيرو معناتها راح انشا فايل كبير، راح انشئه في نفس المكان VMS نسميه VM و EMG دوت EMG. بلوك سايز جيجا وكاونت معناتها راح اعمل كرييشن الفايل اللي هو VM1EMG، وهنايا السايز نتاعها راح يكون 1 جيجا 1 جيجا. اوكي اوكي راح ندير df minus h. راح تشوفوا انه تم الاستعمال نتاع 1 جيجا. اذا عملت ls على VMS راح تشوفوا الفايل نتاعنا cp VMS VM1 VMS VM2. df minus h. انت من المفروض هنا تشوف انك كليت 2 جيجا. اوكي لكن اذا حبيت تشوف شو عندك شو كليت هيك، اعمل مثلا فيديو ستارتس هيومن ريد عشان يعطيني السلاش ديف مابر VMS. وهنا راح تشوف انه يقول لك يوزد هيك اي فيربل 2، وهنا عندك يقول لك سيفت 99%، معناتها الربح حاليا اللي ربحته تقريب 100%، لانه السايز اللي عندك هو نفسه. تشوف انه عندك سايز حاليا هو 5، لكن اذا عملت df minus h راح تشوف ان عندك 10. اوكي عندك 10. هذه راح نشوفه اعمله سي بي اخر. df minus h شحال انت كالي؟ 5 جيجا. راح نزيدو السادس، نزيدو السابع، وهذه كلها اذا عملت ls minus lh على vms راح تشوف باللي هذه شحال راني اكل. 1 2 3 4 5 6 7، معناتها انا كليت 7 جيجا. لكن اصلا في البدايه اذا رجعنا على الفيديو راح تشوف ستيت حاليا شحال مستعمل. يوزد 3 جيجا، يوزد 3 جيجا اللي فيها الكومبري احنايا 1 جيجا مستعمله و2 جيجا خاصه بالفيديو. مهما زدت انا حاليا راح نشوف انه هنا ما حدث حتى تغيير في ستورايج، لانه الفايل اللي عملت له كوبي هو نفسه. لكن اذا استعملت هذا في بارتيشن محطوط على الفي ام محطوط على الديسك كامل،
معناتها راح تاكل 7 جيجا مباشرة. هنايا من السبعة أنا واكل 1 جيجا، مستعمل 1 جيجا. أوكي، بالنسبة للفيديو شفتوا العظمة اللي فيها هذا التكنولوجي كبيرة، لأنه إذا كانت عندك فيرتواليزيشن مثلا ولا في شيء ثاني راح يكون تعاونك كثير كثير، خاصة فيرتواليزيشن كلاود، هذه اللي عملوا عليها اوبتمايزيشن. أنت مثلا تروح عند كلاود بروفايدر، بعض الأحيان تقول أنت كيف يعطيني قاع الناس يعطيهم مثلا 1000 تيرا، مين جاب هذه 1000 تيرا؟ بعض الأحيان ما بيعطيك 1000 تيرا، يعطيك على حسب ما تستعمل، لكن يوهمك أنك أعطاك الوان تيرا اللي حبيت تستعملها، الوان تيرا اللي حبيت تستعملها. راح نشوف الآن شيء ثاني اللي هو استراتيس. أوكي، استراتيس هو نوع ثاني من نغيره ونرجعوا لهنايا. اوكي، نروح نشوفوا استراتيس. اوكي، الاستراتيس هو نفسه تقريب نفس ال في ام. خلينا نشوفه، نرجعوا نشوفه ال في ام جديد. اوكي، ال في ام قلنا من المفروض ان عندك الفيزيكال ديسك. اوكي، فيزيكال ديسك، هذا الفيزيكال ديسك بعدين يتحول فيزيكال فوليوم. بعدين هذا يتم جمعهم كامل في الفوليوم جروب، بعدها يمكن استعمال البارتيشن اللي هو لوجيكال فوليوم، وبعدها تجي عاد الاستعمال تاعها بالمايك افاس والماوس. اوكي، خلينا نعاود صغروها باش نشوفوها بأحسن. معناتها هنا نعمل الالفي، وبعد الالفي تجي مرحلة التهيئة اللي تكون بالامكا افاس، وبعدين بالماونت ولا بالافاس طبعا على حسب الاستعمال. اوكي، هذا الشيء تم تغييره بوجود استراتيس. اوكي، الافونتاج نتاعو انه راح نروحوا من نفس الشيء، فيزيكال ديسك. اوكي، بعدين وش راح تعمل لهم؟ تجمعهم مباشرة في بول، هادو يتجمعوا في بول، هذا نسميه بول. اوكي، وعلى حسب البول تدير في عدد الديسك اللي انت حاب، بعدين تروح مباشرة الفايل سيستم. هنا يجيك مباشرة فايل سيستم واجد بالإكس اف اس، هذا جينا مباشرة لهنا. اوكي، وبعدين وصلنا مباشرة للفايل سيستم مستعمل بدون، معناتها
إذا قسمناها لللايرز، هذا كان عندي اللاير الأول، وهذا اللاير الثاني، وهذا اللاير الثالث، وهذا اللاير الرابع، وهذا الخامس. أوكي، معناتها بالستاتيش عملنا إليميشن هذا اللاير، وعملنا إليميشن لهذا اللاير كذلك، وراح يتربح وقت، وحتى الكوموند اللي تستعملهم راح يكونوا أسهل، وممكن تعمل الشيء اللي تحبوه على البود. يمكن تزيد ديسك، يمكن تنقص ديسك، يمكن تعمل الليست اللي في البول. كل شيء لازم تقدر تعمله باستعمال بس استراتيس. أوكي، هذه الشيء اللي يخلي استراتيس يمكن القول أنه هو خليفة الألفيان. أوكي، خليفة الألفيان. الشيء الثاني الملاحظة على الاستراتيس، أنه استراتيس الالوكيشن فيه تسرى بطريقة ديناميكية، ديناميكلي الوكيت. أوكي، هذا الشيء اللي وعنده نفس الشيء. مثلا أنت قادر تعمل الوكيشن لوان تيرا، وأنت يا في الحقيقة عندك بس مثلا 100 جيجا. أوكي، هذا الفرق بينه وبين الألفية. راح نروح الآن لكيفية استعماله. إذا ما عندكم أسئلة في الكونسبت، نروحوا للاستعمال تاعه براتيك. أوكي، معناتها باللاب كيف نشوفوا هذا الشيء الأول اللي لازم تتأكد منه، أن عندك الفايل الدايموند، وعندك الكوموند لاين. معناتها تعمل ليست على ستراتيس دي، وعلى ستراتيس سي ال اي. تشوف اذا كانوا مثبتين ولا مش مثبتين. تشوف انه ما مش مثبتين، وراح نشوفوهم. واذا تشوفوا هنا ما جايين في الابستريم، ما جايين في البيز او اس، معناتها حاجه خاصه بالابلكيشن، ماهوش داخل في ال... اعمل مايس ريج انستول، واعمل انستاليشن عليه. علاش ما حبين؟ مش عارف ليش دي في دي مش موجود. أوكي، الآن تم التحضير. لازم نعمل System CTL Enable Now Stratis. هذه وشو معناتها؟ هذه نفسها نفس أنك تدير CTL Enable، ومعدها دير System
ستيال ستارت، هذه نفس الشيء، نفس الكوموند، هما اثنين في واحد، هذا الاثنين هي نفسها، هذا enable now. اوكي، ونتأكد دائما نتأكد system status status day، ما عندي فيه مشاكل، ويمكن الآن نروح نعمل نتأكد status pool list status file system list، ما عندي ولا شيء حاليا، ما عندي حتى شيء. ما فهمت شو هو البروبلم. الآن راح نزيدو نشوفو LSBLK، نشوفو شيء ما هوش مستعمل ونستعمله. هذا مستعمل، البي ما هوش مستعمل، الفي دي سي مستعمل مش مستعمل. اوكي، راح نعمل الاول ستراتيس بول كرييت، نسميه مثلا ديمو بول، وندخله على داف اس دي بي. اوكي، اذا عملت ستراتيس حاليا بول ليست، راح تشوفوا اني عندي حاليا واحد جديد ب 1 جيجا اللي عندكم. اوكي، البول اللي عندكم. الشيء الثاني انه في اي لحظه يمكن تزيد ديسك، مثلا نزيدو حاليا بول اللي اسمه ديمو بول. نسيت add data، ونعمل له إضافة لواحد من vd. إذا عملت list راح تشوف أني عندي 2 جيجا، 2 جيجا، عندي 2 جيجا. وإذا حبيت نشوف الاستعمال بهك list ليست، اعمل له ديمو بول، راح اوبس بلوك بلوك داف عشان نشوف هذا وش فيه داخل مباشره، وراح تشوف انه فيه اثنين من الديفايسز مستعملين، اللي هو الـ VSDB والـ VDC. اوكي، والـ VDC اللي خليونا حاليا وجدت هذه اسهل طريقة، ما في اصعب شيء صعب فيه انك تستعمله، تعمل installation للباكيجز، تاخذ بالك من السيرفيس انها شغال، وتعمل الاد ستراتيج بول كرييت، وتعمل اد داتا. الان حابين نعملوا ستراتيس فايل سيستم كرييت، تعطيه اسم مثلا، خدمنا باللوج خليه قال هذا ويب، حنحطوا فيه الويب مثلا، ويب، نسيت بس اسم البول ديمو. اوكي، اذا عملت ستراتيس فايل سيستم ليست راح تشوف انه عندك حاليا، وهو الاي دي تاعه مباشره. لكن الحاجه اللي تشوفوها انه تشوف هاي الفايل نتاعه، هذا الفايل نتاعه، ما حطوا لا في سلاش ديفلوب. ممكن تستعمل اي دي مباشره هنا، ممكن تستعمل اي دي مباشره
لهنا، وهذه عندك معلومات عليه وقت الكرييشن. الشيء الثاني والسهل فيه انك ممكن تعمل مثلا سناب شوت عليه، هذه كذلك من الايجابيات بتاع الان. واحد اذا حب يعمل الاس بي الكا راح تشوف باللي عندك، شوفوا هاي نصفه هنا ونصفه هنا، يعني هنا بهذا الشكل راح تنتبه انه الاس دي بي والفي دي سي مستعملين في ستراتيس، وعندك معلومات. اللي حاب تجيب هذه المعلومات فلازم تستعمل ستراتيس فايل سيستم ولا ستراتيس. اذا حبيت تعمل له ماونت الان، ماونت عادي، لكن لازم اذا عملت الاس ستراتيس او عندي هذا هو البول نتاعي، اعمل له مثلا مكادير ويب ما اكزيست ديمو مثلا، وراح اعمل عليه ماونت ستراتيس بول على ديمو. اوكي، واذا عملت df ماينس اتش راح يكون عندك ستراتيس. شوفوا ستراتيس 1 تيرا، انت ايام المفروض عندك حتى فيه 2 جيجا بينات، وهذه طريقة اللي تخليك انك تستعمل تخزين كبير مع انك في الحقيقة ما عندك هذا التخزين. واذا عملت من جديد LSBLK يمكن تعرف انت حاليا هذه من جايبة. اوكي، راح يمكن هنا تعرف انه الاستعمال ها هو نت، وهنا عاملها ميرورينج مثلا تينك بروفيزيونينج هذا فيه الميتا داتا وهذا داتا بحد ذاته. اوكي، هذه نبذه خفيفه عن خذوا بالكم اذا حبيت تعمل هذه في الاف اس تاب باي ديفولت اكس اف اس، اي باي ديفولت اكس اف اس ما تتغير، تستعملوا اكس اف اس فيها لانه الاكثر استعمالا حاليا. اذا حبيت انا مثلا ندير هذه بطريقه اوتوماتيكيه في الاف اس تاب، هنا لازم تاخذ بالك لانه الحكايه تتغير كثير كثير. هنا يا راح تحط ستراتيس ديمو بول مثلا ويب، وحطوا على ديمو الشكل احنا عندنا اكس اف اس، لكن الديفولت لازم تزيد لها اشياء اخرى. الحاجه الاولى اكس سيستم دي ريكواير ستراتيس دي دوت سيرفيس. اوكي، ونزيد الصفر هنا. هذه نفسها طريقة اللي نعمل بها ماونت على اي سيستم، بس زدنا لها شيء جديد انه لازم اخبر انا السيستم انه لما يقوم بالماونت هذه المنطقة ما يعملهاش ماونت الا اذا تاكد انه هذا السيرفيس شغال، هذا السيرفيس شغال. هذه طريقة جديدة انك اغلب الناس بالك ما شافوها من قبل، اللي في الماونت الزم انا السيستم انه يعمل تشيك على سيرفيس ولا على النتورك ولا على شيء ثاني. اوكي، هذه لازم اذا ما عملتهاش بغلطة وتعمل ريبوت راح يروح كل شيء، راح يروح كل شيء. احنا راح نديره هيك، اعمل ايماونت على ديمو ونعمل ماونت ماينس اي. اذا عملت df ماينس اش
راح تشوفوا باللي عمله عادي. خلينا نعاود نشوفه افاس تايب الناس اللي هاك، وركزوا على هذا البارت، ركزوا على هذا البارت فيما يخص استعمال استراتيج، فيما يخص استعمال استراتيج في الافاستا، استعمال استراتيج في الافاس في الافاستا. اوكي، هذه نبدا عن استعمال استراتيج هو استعمال تاعو سهل، حتى واحد يمكن انه ما يستحق تحضير كبير ليه، لكن المفهوم لازم واحد يكون عنده الفهم الجيد كيفية اشتغال هذا التكنولوجيا. هل في أسئلة لحد الآن؟ هل في أسئلة؟ في الأفاس تاب فيديو فيه كذلك فيديو مفروض ما فيه فيديو، ما فيه بارامتر. System CTL status فيديو فيديو، حتى في الويت يستعمل الفيديو، لازم تزيد الفيديو سيرفيس، الفيديو سيرفيس. اوكي، لازم تضيف الفيديو سيرفيس. اوكي، هل في أسئلة تانية؟ ما فهمتش السؤال تاعك. سيكوا اكس اي سيستم، هذاك بارامتر احمد، بارامتر خاص بالافاستاب، هذاك بارامتر خاص بالافاستاب. كما شفنا مثلا البارح في قبل البارح، البارحه شفنا بريوريتي في الافاس في السواب، كنا نعملو بري ايكول 2 ولا 4 ولا 5 بارامتر. اوكي، هل في أسئلة تانية؟ يا مراد بوزي لا كاستيون تاعك مباشرة بلا ما تديرلها الشيخ، هاي تربح الوقت أحسن. ما فهمتش فيديو استراتيج دورينج انستالليشن، ما تقدرش، لا هادو يتحضروا بعدين، يتحضروا بعدين هادو. اوكي، تقدر تديرهم اذا عملت، إذا استخدمت كيك ستارت، لكن إذا ما استعملش كيك ستارت ما غير ممكن. ديليان روحوا على الدوكيومنتيشن تاع ريد هات، احسن دوكيومنتيشن حاليا انا نشوف.
اصلا هي دوكيومنتيشن اللي تعمل منها الكورس، وهي اللي تعمل منها الاكزام. تقدر تستعمل بارتيشن، بس ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى بارتيشن جامي نستعملوه في هذه التكنولوجيات، لأنه من أجل التعلم مسموح، لكن في البرودكشن مستحيل، ما عندها حتى معنى. إذا ما في أسئلة، بارك الله فيكم على الحضور، وموعدنا إن شاء الله غدا بإذن الله.